Bravo, senhor! مرحبا مسوس، هلا حبيبتي، شو اخبارك؟ كيف كان يومك المدرسة؟ كثير حلوة. شو اخذتوا اليوم؟ شو تعلمتوا؟ نسيت. شو نسيتي؟ نسيت. طب شو عملتوا اشي حلو في المدرسة؟ يعني بالاخر اليوم يعني حطينا اشي هيك يعني مالي واغراض هيك مالي العاب يعني شن نلعبها هيك. وشو كمان؟ هاي رين. جينا على دكتور الاسنان نعمل تشيك اب لسوا ونعاسا، نعملهم صورة اشعة. ليش بتضحكي؟ ماسا بتضلها عندها اللثة ناسخة، صح ماسا؟ شوف اسنانك كيف شكلهم، هذول اسنان سواد. شو هيك متحبشات الالعاب؟ هذول اسنانك اللي لسه ما نزلوا يا ماسا. سواد ريدي؟ شيز هابي. خفت من المشين؟ لا عادي، بس تعمل مثل الوي ووي. شفناك وما صار تضحك عليكي. خليكي مكانك ماسا، تجنني هم. خليني اصور لكم ماسا تضحك قاعدة. تحركتي مبسوطة؟ ماسا بتحب دكتور الأسنان، أنها كتير بتيجي عليه عشان عندها مشاكل في أسنانها. مسوس هاي حلوة. خلينا نشوف أسنان مسوس مخربشات كمان زي السوار ولا لا؟ لا أسنانها لا أكيد زيك، لأنه في أسنان بتطلع وفي أسنان بتنزل. ما في وجع، ما لا تخاف. لا ما بتخاف من دكتور الاسنان. بطل يا حبيبتي، دكتوره انت. بس من ورا من هون، هي طعمه مو طيب، اوكي هو هذا دواء بس. 1 2 3 اخر وحده كمان هون. هلا سوار رح تاخذ ابره، صح؟ لا مش ابره، شفا. انا مو هسه. ايزي ايزي يا مامي، ما بتحسي جابتها ماسا. ماسا بتضحك. برافو سوار، يلا 1 2 3 انطفي، خذي نفس. خلصنا، يلا شاطرة شاطرة بطلة شطورة شاطرة سوار. ماسا بتضحك، شغالي فيها. صباح الخير سواري وماسا. صباح الخير ماما. شو بتعملي حبيباتي؟ شو صبحتوا؟ نعمل سوارات. طلع يا ماما شو عملت انا؟ شو عملتي؟ عملتها عشان يوم السعودي ناشنال دي، لانه يوم المندي رح نلبس اواعي الناشنال. هاي لصاحبتي بيست فريند، هاي لولو اسمها، انا بدلعها لولو، هاي اسمها هايدي. حلوين، هلا عملتيهم؟ عملتهم اول ما صحيت. في ام كمان، هاي اللي بتضوي بالليل، هاي يا ماما اللي بتضوي بالليل، هاي وهاي، هاي عشان هيك وهاي بتضوي بالليل. هدول شو كيف اسنانكم؟ صبحتوا راح الوجع؟ الحمد لله. ومسوس؟ مسوس عندها مشكله في اسنانها، انها اسنانها ضعاف بيصوصوا لحالهم وبتكسروا لحالهم. هاي بالجينات، هاي من هيك من ربنا، يعني عندها مشكله ماسا. عمر يعني بعد 10 سنين ان شاء الله بنحط لك تقويم ونظبط لك اسنانك. بعدين شو بتشربوا قاعدين؟ كنا هلا قاعدين نشرب عصير بنانا. لعبوا سواري وماسا لعبة بولينج. لا شديها اكثر ماسا. ايوه خلاص واحده، خليها اقوى. ماسا اثنين. اوكي ضللها تنتين، شطورة ماسا. يلا دور سوال. يلا 1 2، خلي ضربتك قوية. واحدة. يلا ضلت واحدة. لا بس
فزتي اكثر من ماسة. يلا رجعيهم. كيف عملتي؟ دول يلا. تنتين. ثلاثة دول. اضربوا جهتهم. هلا الجولة الثانية انت فزتي، خلينا نشوف سيوان يمكن تضربهم ضربة قوية. ماسا بالجولة الثانية. لا سيوان وماسا رح يعملوا براكتس على مسائل رياضيات بلس وماينس وتايمز وديفايد. هلا نضيف الستة 6 على الصفر. ايوه ستة على الصفر. بعدين بتصير 86. برافو عليك سيوان. وين 86؟ هي لا هاي 86. يلا اوكي. هلا دول اعطيكي مسألة يا ماسة. مسألة. سبعة 17. يلا 7 بلس 17. easy 18 19 20 21 22 23 24 24. دوري على 24. هاي 23 24 8 2 minus 1 equals 1 correct 13 13 13 minus 4 13 12 11 10 9 شلنا 9 صارت 8 بعدين 11 كان في واحد هون كمان وهلا جبنا عليه 8 وصارت 18 توتال 18. يعني هي 18. اوكي هلا بدي اجيب 10. هلا اجيب 10 من الاعواد. 11 times 4 is 44. سهلة هاي، اعطيها اشي اصعب. ماسة لا انا بعرف. هلا سوار اتعلمكم طريقة للديفايد. 9 divided by 3 بنبلش من التلا. اننا نحط ثلاث دوائر. واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة توتال ثلاث. صح، لانه كم طلعوا دائرة هون احكي لهم. طلع هلا جايز بدي اقول لكم انه اول اشي بنبلش بالنمبر الصغير وبدنا نعد هون، بدنا نحط ثلاثة خط لانه حاطين هون ثلاث لاينات. واحد اثنين ثلاث. نحط ثلاث دوائر في كل لاين لنوصل لتسعة بنوقف وبنشوف كم بيطلعوا. من هون لازم نشوف باللاين بالطولي. هون رح نبلش من النمبر الصغير هو الـ 5. يلا اوكي اوكي. هلا هنحط 20 دائرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20. بصير التوتال 4 لانه طلع اربع دوائر بالطول. صارت النمبر 4. صح، هاي طريقه للي بكون مثلا مش حافظ جدول الضرب او التايمز. اعطيناكم سري. هاي طريقة هيك سهلة، بس لما يكون التايمز الارقام كبيرة يمكن تكون كتير صعب يا سوار هذا الاشي. صح؟ صح. مثلا 100 بدك تحطي 100 سيركل. كتير صعب. اللي بده يعرف الديفايد لازم يكون حافظ جدول الضرب، لانه بتصير تحكوا ايش الرقم اللي بنضربه بخمسة بعطينا 20. فاللي بكون حافظ التايمز بيعرف بكون 4 times 5 equal 20. ف 20 divide 5 equal 4.